محطتنا التالية لليوم مع فعاليات ونشاطات ثقافية وفنية عم بتصير بدمشق، ومنها مهرجان الشام الأول يلي يقام برعاية وزارة السياحة السورية على مسرح دمر المكشوف التابع لدار الأسد للثقافة والفنون. ولنتعرف على تفاصيل المهرجان أكثر وشو رح يتضمن من حفلات، بصيرنا نرحب بصباحنا غير مع باسل حجولي المنسق الإعلامي للمهرجان. صباح الخير باسل. الحمد لله على السلامة. أهلا وسهلا. صباح الخير. صباح الخير. خلينا نحكي عن مهرجان شام الأول اللي بيقام لأول مرة في دمشق، خلينا نحكي عن التحضيرات والإجراءات اللي كنتوا عم تقوموا فيها، عن المنظمين. تماما. المشروع قائم لحوالي سنة، اجتمعنا نحن مجموعة من الشباب السوري، يعني بدي أوجه تحية لأستاذ عصام سلوم، أستاذ وسام سلوم، هنن أصدقائنا شباب، فجمعتنا رؤية إنه نحن بحاجة لتكون في شركة مختصة لتنظيم الحفلات والمعارض. شفنا ان احنا بلدنا بحاجه لهذا الشيء، صار هذا الشيء بالتزامن مع انتهاء معرض دمشق، وشفنا هالاقبال الكثيف على الحفلات اللي صارت، فاطلقنا مهرجان الشام الاول بعد تعب، يعني تعب سنه كامله وتحضيرات وتخطيطات. المهرجان تضمن ليلتين، امبارح كان اطلاق الليله الاولى. ما بتصدقي حجم السعاده وقت شفنا المدرج متملي، انه اكثر من 3000 شخص متواجد معنا. وهم بدي اشكر الناس اللي دعموا هذا المشروع الشبابي، واللي هن وزاره السياحه ودار الاسد الثقافه والفنون، الاستاذ جوان قرجولي وسيد وزير السياحه المهندس بشير يازجي، بوجه لهم تحيه عبر برنامجكم. كان في كثير دعم من وسائل الاعلام السوريه والعربيه، قدرنا امبارح نكسر حاجز ونعمل خطوه انه لاول مره يكون في عندنا تنسيق على المستوى، تنظيم مميز من اي تو زد، كان كل شيء منظم ومجهز. احنا تفاجأنا بالكم الكبير يعني من الناس وكانت قد ايه فرحانه وعم تتفاعل. يعني لما خلصنا الحفله لوقت الساعه 11 تقريبا لسكرنا الحفل، فكتير كنا سعيدين بنجاح اول ليله من ليالي المهرجان، وكنا كتير محمسين. طبعا ما صادفتنا اي صعوبات صراحه، كان الامور كلها جيده من وقت التحضيرات لوقت التنفيذ لوقت انه أطلقنا هذا المهرجان. الحمد لله. باسل، قبل ما ندخل بتفاصيل المهرجان خلينا نحكي، يمكن المسرح المكشوف بدمار ما صار له وقت كتير يمكن عاملين له افتتاح أو ضامينه لدار الأسد للثقافة والفنون، ويمكن اختيار هذا المسرح هو اختيار كتير صح وكتير صائب ومن مكانه، ولكن بما أنه المكان جديد وهيك يمكن ليش تم اختيار هذا المكان، ليش تم اختيار كمان أيضا هذا التوقيت بالمشاركة بالمهرجان؟ تماما. أول شيء نحن حبينا نبدأ من صرح ثقافي اللي هو دار الأسد الثقافي والفنون. نعم. يعني أي اليوم هذا المكان له قدسيته، له جمهوره، مكان بيتسع تقريبا 3000 شخص، فلقينا نحن غايتنا بهذا المكان لأنه عدة عوامل كانت، إنه مكان مميز فيه مساحة مهمة. التوقيت كان تزامن مع انتصارات الجيش العربي السوري، نوجه لهم التحيه لابطالنا الجيش العربي السوري، وفوز فرقنا ومنتخبنا وتاهله. نعم. ان شاء الله مع معرض دمشق الدولي، مع معرض دمشق الدولي مجموعه من المناسبات، يعني اختتمناها بمهرجان الشام الاول، اكيد رح يكون في مهرجان الشام اثنين وثلاثه، وفي تحضيرات كمان لعده امور عم تسعى للشركه. نعم. طيب خلينا نحكي عن المؤتمر الصحفي قبل الافتتاح، كيف كان المؤتمر الصحفي للفنانين؟ كنتم مواكبيننا، نحن كثير كنا خطوة، يعني نحن اخترنا الفن بهذا التوقيت. بدي أقول لك شيء، الفن أساسه كان من سوريا، وانطلقنا اليوم إذا بنرجع شوي بالتاريخ لورا بشوف أغلب الفنانين صباح وديع الصافي كانوا يجوا على الشام مشان يسجلوا أغانيهم ومشان ينتشروا. فنحن اليوم رسالتنا كشركة إنه اليوم نحن قادرين نرجع هذا الشيء، لأنه دمشق هي بوابة الفن. أنت ما بتتخيلي كان في كم كتير كبير من الصحافة العربية، نحن بحاجة هيك شيء اليوم لندعم الفنان السوري. طبعا بدي أضيف شغلة، إنه نحن اخترنا بداية انطلاقة الشركة تكون مع فنانين سوريين لندعمهم ولنخليهم يشاركوا ويكونوا مع جمهورهم. فنانين سوريين شباب اليوم تماما. بحاجة لدعم، يعني كل حدا بمكانه. يعني اليوم بوجه التحية للفنان محمد المجذوب، للفنان عبود برمدة، للفنان رح يكون معنا نصيف زيتون، كل حدا اخترناه بمكان معين. يعني عملنا دراسة جماهيرية كل حدا، لون كل حدا، حتى سعر التيكت كمان شيء رمزي، يعني مانو كل هالقد غالي. او نحن حبينا نعمل شيء غير ربحي، نستقطب شريحه جديده من الجمهور برؤيه جديده مختلفه لعالم المهرجانات والحفلات. فهي كانت رؤيتنا وغايتنا بهذا الموضوع، كان مو الموضوع انه موضوع ربحي، يعني اكثر ما يكون هو موضوع دعم تقني، بوقت الثاني انه اطلاق الشركه. فخياراتنا كانت ان شاء الله صائبه. المؤتمر الصحفي ما بتتخيلي قديش كنا مبسوطين فيه، لانه كان في دعم اعلامي كثير كبير، وخلال 24 ساعه وسائل التواصل الاجتماعي، السوشيال ميديا، المواقع الالكترونيه العربيه لحتى،
يعني في ناس نزلت من بيروت، ناس نزلت من دبي لتحضر هذا المهرجان، حلو. كتشجيع للسياحة الداخلية. من أحد أهداف المهرجان إنه نستقطب رجع السياحة الداخلية. كان في كتير ناس عم تتواصل معنا للحفلات، إنه في ناس من محافظات تانية، من حلب، من حمص، من لقديه، جاي في تحضر عالم ليلة طالبت تانية. بتمديد المهرجان لأنه تماما نوعا تماما. ما يعتبر قصير. بصراحة نحن كان عندنا 3 أيام المهرجان، بس في تنسيقات وحجوزات، فقررنا يكون في حدث قريبا يعني خلال هاي السنة، وإن شاء الله السنة الجاية راح يكون أكثر من يوم أكثر يعني. وأكبر. تمام باسل خلينا نروح ونشوف مع بعض المؤتمر الصحفي تمام محمد مجذوب وعبود برمدا يلي هن كانوا يمكن افتتاحها تماما افتتاح المهرجان، وخلينا نتابع هاللقطات يلي رصدتها كاميرا صباحنا غير مع زميلتنا لينا شيبون. هيدي النجاحات اللي عم نحققها اليوم إذا ما بلشت بحب أهل البلد لإلها بتبقى ناقصة، هيك فرحة ناقصة على طول، ودعم أهل البلد هيدا الشيء مثل ما قلت لك قبل بيفرحني وبيكبرنا على طول، مش خلينا نشوف حالنا قدام كل الدول العربية. يعني النجاح على طول، النجاح مثل ما بقولوا إذا ما كان موجود وحسيت فيه ببلدك ما بتحس فيه بمحل تاني، وهذا كمان سر كبير لازم كل الفنانين السوريين يهتموا لأمر هذا الموضوع. أكيد بيعني لي كتير 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 إنه أنا اليوم بسوريا وبهيك حفل ضخم، أكيد إلي الشرف إني أكون موجود ومع هيك ناس بروفيشنال طالعين جديد ولسه متحمسين، هذا بيهمني أكتر يعني من إني إنه والله يكون شيء قديم وكذا ومهرجان قديم وأنا أكون فيه. كتير مبسوط إنه اليوم موجود، يمكن لتاني مرة أنا بالشام، وإن شاء الله هيك اليوم نعمل شيء كتير حلو ومهم. الفكرة من هذا المهرجان هي مثل ما حكيت قبل شوي هي تنشيط السياحة الداخلية. تمام، نحن عم نحاول اليوم، يعني نحن بغض النظر عن موضوع ربح أو خسارة، نحن ما بيهمنا هذا الموضوع مبدئيا، قد ما بيهمنا تتنشط السياحة الداخلية بسوريا، وإن شاء الله السنوات القادمة ننشط السياحة بشكل عام. نتابع مع بعض المؤتمر الصحفي والأجواء، الأجواء كانت جدا جميلة بالحفل، كان عدد كتير كبير من الناس، كان في تفاعل كتير حلو، خلينا نحكي عن هي الأجواء كيف كانت. أجواء كانت كتير حماسية، يعني نحن بصراحة كتير كنا هيك محمسين ومتوقعين هذا الشيء، بس حذر شو أجواء اشتياق اشتقنا اشتقنا لهيك حفلات. الناس كتير حابة تنبسط تعيش الفرح لأنه عن جد سوريا بتستاهل الفرح، يعني التفاعل الجمهور يعني ما كان يريد تخلص الحفل، يعني احنا كنا واقفين هيك عم نتفرج وعم نشوف العالم وكيف متفاعله، كيف انه المسرح اتعبى بشكل كامل، كيف كان التنظيم حلو والجمهور كان متفاعل كثير، يعني حتى الفنانين كانوا واقفين على المسرح انه قلبهم ضل معلق. يعني احنا خلصنا الحفله كان عم بيقول لي محمد وعبود انه كنا حابين نكفي لاخر الليل، فهذا الشيء كثير بيعطيك طاقه وقوه انه احنا اليوم كجيل شباب قدرنا نعمل هيك شيء، قدرنا نرجع الافراح بهي البلد وقدرنا نعمل هيك حفلات قويه، هذا الشيء بيعطينا يعني نفس الوقت ثقة ونفس الوقت مسؤولية، بحملنا مسؤولية لتكون حفلاتنا ومهرجاناتنا القادمة أقوى وأقوى. ولنسبة إنه إحنا بسوريا في عنا مواهب بلد مبدعة الفرح وطاقات شابة، طاقات شابة بتقدر تعمل
تعمل كل شيء. صحيح. بس الحفلة القادمة ب 15 شهر صح؟ ب 15 تسعة ب 15 تسعة مع النجم السوري الكبير نصيف زيتون. كثير من الإشاعات قالت إنه سكرتوا البيع، ما بقى في بطاقات، ولكن خلينا نخبر المشاهدين إنه في بيع، وخلينا نحكي عن حفلة نصيف شو محضرين لها. تماما. خلصنا هاي الحفلة الحمد لله، كانت كثير ناجحة. عنا تحضيرات لحفلة النجم نصيف زيتون، واللي أول مرة بلتقي مع جمهوره على هيك مسرح، ورح يكون في مؤتمر صحفي لأول مرة كمان بيطلقوا بدمشق ب 14 الشهر بشيراتون، فندق شيراتون. البيع ما سكر، اليوم من الساعة 12 للساعة 6 فيكم تتواجدوا بدار الأسد للثقافة والفنون ومسرح دمر، بتقدروا تحصلوا على البطاقات بكل سهولة. من 12 للستة 6 وشو محضرين شغلات؟ التحضيرات والله إنه يعني شو البرنامج؟ برنامج الحفل طبعا محضرين كتير تحضيرات ضمن المهرجان. قلت لك بالليلة الثانية في مؤتمر صحفي خاص الفنان نصيف زيتون، بعدها رح يكون ثاني يوم رح تكون الحفل، طبعا نفس الترتيبات اللوجستية بتخص تنظيم الحفل، بطاقات الدخول. حاولنا انه نرضي كتير شريحة معينة من الجمهور، كان في عنا اقبال كتير كبير للبطاقات، يعني بصور اليوم يكون اخر يوم يعني سولد اوت. خلص اليوم عن جد تسكر البطاقة، ونحن بصراحة يعني زعلانين، حابين يستمر المهرجان اكثر واكثر. هذا اللي بدي اسالك عنه، والناس اللي كانت كمان عم تتساءل انه وقت المهرجان كان قصير، خلينا نحكي بالدورات القادمة. طبعا. هو سنوي سيقام ان شاء الله كل عام، كل سنة. قدي رح يكون في يمكن وقت اكثر للناس، يكون في تمديد للمهرجان، يكون في ايام اكثر، بما انه اول مرة يمكن كانت التجربة مختلفة نوعا ما. كان في نجاح. حاليا في دراسة لنعمل يعني حدث مرافق للمهرجان خلال هاي الفترة السنة. المهرجان راح يكون بشكل سنوي، يعني الحد الأدنى من 3 لـ4 ليالي. ما راح نختصر بدمشق، راح يكون في محافظات تانية، هي قيد التحضير. وراح يكون معنا نجوم أكيد من الوطن العربي ونجوم سوريين، إحنا هدفنا الأساسي دعم الفنان السوري، بالإضافة راح نكون في نجوم دعم سوريين. السياحة الداخلية أكيد مثل ما قلت فنوعا ما في. نعم. فمشجعين هذا الشيء ومكملين إن شاء الله بمسرح وبعدة مسارح تانية بعدة محافظات. وبصراحة في خطة للاستقطاب للعالمية، حابين نستقطب نجوم عالميين لسوريا. حلو. نسبة انه نحن ببلد بحب الحياة، ببلد انه ما ضل عنا شيء، نحن بمرحلة اعادة الاعمار بناء سوريا الجديدة. قديش بده جهد يمكن ومتابعة وضغط كتير كبير عليكم لما يكون كل مرة الطموح اعلى؟ اكيد هذا هو تحدي بالنسبة لنا، بس صدقيني تعبنا، قضينا ليالي كتير ما ننام فيهم، بطاقات، تجهيزات، تحضيرات، طباعة، اعلانات، قصص عم حاول ندعم فيها. يعني وقت يجي الفنان لهذا المهرجان يكون فخور، يعني من الايتو زد، قلت لك من الحملات الاعلانيه، من السوشيال ميديا، يعني حتى الفنان، انا في كثير فنانين حتى كانوا معنا بالمهرجان بلشت تجيهم الحفلات ودعايات عن طريق المهرجان اللي صار. فهي رساله كثير حلوه، نحن عم ندعم اليوم الفنان السوري. بدنا نحضر اكثر، بدنا ننجز اكثر، بدنا ننجح اكثر، هي رسالتنا. فلازم نكون قد هذا التحدي، يعني احنا فريق عمل كثير صغير موسع قدرنا نعمل هذا الشيء، وحاليا عم نسعى نكبر حالنا اكثر. وان شاء الله نحن نكون كسوريين قد هذا التحدي واكثر. بدي اقول لكم كمان احنا اطلقنا الموقع الالكتروني الخاص لايفنزا، ايفنزا دوت نت، هو فيه كل الاخبار الفنيه بتخص الشركه، كل الشغلات الجديده اللي عم نحضرها، وفي عم نحضر لحدث رياضي فني قريبا رح تكونوا انتم متواجدين معنا فيه. حابين نشجع الرياضه كمان، يعني نحن كمان سياحة رياضة، حابين كل شيء بالبلد وكل حدا من موقعه يشتغل لهي البلد. نحن أكيد جاهزين لأي خطوة، أكيد نحن كل صبايا صباحنا غير جاهزين لدعم أي خطوة بتنجح أي عمل سوري بامتياز. بعد الحفلات إذا طلب منكم التمديد أو الحفلة أو إعادتها بتاني يوم، في إمكانية ولا؟ نتمنى إن شاء الله. يعني في كتير حفلات صارت بالدار طلبوا منهم العالم تمديد أو إعادتها بتاني يوم أو ثالث يوم، في هيك شيء ولا لا؟ هلا بصراحة حاليا نحن يعني ما نحطين هاي ضمن الدراسة، بس حسب الإقبال عم نشوفه، يعني بصراحة هذا الشيء راح نشوفه حاليا مع نصيف حسب هو ما يقرر. بس صدقيني من هلا إنه عنا كلنا طاقة وحماس لننجح هذا الإيفنت، نحن ما عنا أي مشكلة بتمديد هذا الحدث أو بالتعاون مع جهات تانية لنكمل المهرجان. توقيتنا كان هو بنهاية الصيف، حفلات الصيف، حابين نعمل شيء لينبسطوا العالم ويقدروا يفرحوا بطريقة كتير مدروسة، بطريقة كتير راقية وحضارية. فيا رب. وأنا أكيد بشكر الإخبارية السورية دائما مواكبين المؤتمرات، دائما
البرنامج كان كثير متابع وقلنا شرف ضلوا معنا بشكل دائم. نحن اكيد كمان فخورين بجهودكم يلي عم تبذل من اجل دعم المواهب الشابه ويمكن زرع الفرحه بقلوب كل السوريين. شكرا كثير لك يا باسل، وشكرا كثير لكل الفريق يلي كان معك وناطرين اكيد ب 15 شهر حفله كثير مهمه بسوريا ولاول مره مع ناصف زيتون. بدي اشكركم، بدي اشكر المواكبه، بدي اشكر الجمهور، بدي اشكر هي المحبه اللي ما خلتنا ننام عن جد امبارح. المحبه ما خلتنا ننام. بدي اشكر كل الاعلاميين عم بيكتبوا عنا بطريقه حلوه، هن اللي كمان عم شجعونا لانه بضل الفن والاعلام وجهان لعامله واحده مثل ما بنقول. نحن بسوريا قادرين نعمل المستحيل اذا بدنا قد وقدود. اكيد طول ما في شباب مثلك اكيد فينا نعمل كثير اشياء. نتمنى لكم التوفيق، نتمنى التوفيق لكل فريقكم. عم نشوف بعيونك تحدي وحماس ومحبه. فشكرا كثير لك وشكرا لكل القائمين على هيدا المهرجان.